أي شيء يسبب صعود الإنسان؟ شيئان. الشيء الأول العزيمة. الإمام أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. فإذا عزمت فتوكل على الله. الهمة الرفيعة في الحياة. الإنسان وصل إلى مقام كبير لأن له همة رفيعة. الآن شوف في كل العالم، في أمريكا كم مليون إنسان أكو؟ 250 مليون. كارتر صار رئيس جمهورية، يعني بالوراثة؟ وأنا ما أعتقد بكارتر، ها، ولا أعتقد ببرجنيف، ولا أعتقد بأي من هؤلاء الكفار. لكن الكلام لماذا من 250 مليون كارتر صار؟ صدق هذه 30 سنة يفكر في هذا التفكير. ومئات الأشخاص، ملايين الأشخاص ما وصلوا لأن ما يفكروا. الشيء الأول العزم، ولا فرق في ذلك بين التاجر، بين الكاسب، بين العالم، بين العامل، لا فرق أبدا أبدا. الشيء الثاني العمل في ذلك الطريق. عندك عزيمة لكن لا تعمل، شنو فائدة؟ عندك فكرة لكن لا تمشي وراء الفكرة، ماكو فائدة. عزيمة وعمل. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده جدا كلمة جميلة يقول: ما قصد إنسان شيئا، مضمون الكلمة، إلا وصل إليه أو قريبا منه. يعني ما يصل إليه وما يصل قريبا منه، لأن أحيانا الظروف القاهرة ما يخليك تصل إلى هدفك بالمية مية، أما تصل إلى قريب من الهدف. إذا كان هكذا همة، وإذا كان هكذا عزم، وإذا كان هكذا مشي على طبق العزم، بالمية 90 إنسان يصل، بالمية 10 من الممكن يصل قريبا منه. بناء على أنه تحصل 100 مليون من الممكن، 100 مليون تحصل من الممكن، 60 مليون تحصل، 70 مليون. وإلا ماكو شيء يصعد إنسان وينزل إنسان إلا همته.